بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ طيبين واهلا وسهلا بيك وفي الرمض. انا اسمي اشرف سعد الجلال استاذ في الدكتوراه في العين، وسعيد ان انا ارحب بيكم في الرمض ان شاء الله باذن الله. ويبقى الاربع اسابيع اللي بتجوها معانا يبقوا اربع اسابيع كويسين يعني. والرمض من المواد الضريبه، واللي انتوا بعد فتره قصيره هتحسوا ان انتوا تكلف الرمض يعني. انتوا بقى تبصوا لا شفت مش عارف ايه ده، عنده ايه ده، عنده ايه، تتعبوا الناس اللي في البيت، تفتح عينك يا ماما وريني عينك يا بابا، وتقوم تبصوا في عين الناس وانتوا ماشيين في الشارع، بس ما تصوروش في الوسط يعني. فان شاء الله باذن الله تستمتعوا بكرامه الدكتور حسام بخلفه والدكتور محمود مرسي. هنجي لكم بعد خالص ان شاء الله باذن الله الدكتور اسامه الحداد، الكورس الحداد اللي هو الكورس انستراكتور موجود معاكم ان شاء الله باذن الله. هنبتدي معاكم الشيت والاكزامينشن وكده ان شاء الله باذن الله. انا هنتكلم النهارده الدكتور محمود ده فكره عن اناتومي اللي هو بتاع سنه اولى وثانيه وكده، اللي انتم مش فاكرين منه حاجه خالص طبعا ولا فاكرين، حاجات سهله كلها خالص يعني مش كده. انا النهارده هتكلم معاكم على حاجتين، عن تيوبل والفيجوال باث واي. فنبتدي بالتيوبل. التيوبل اللي هي سمول راوند ابيرتشر في الايرس، اللي هي الراوند ده اللي هو يسموها نني العين او انسان العين او بؤبؤ العين. از ذا سيركل راوند ابيرتشر ان ذا سنتر اوف ذا ايرس، والايرس اللي هو البني اللي هو اللون بتاع العين، الايرس اللي هو الستراكشر بتاع العين اللي هو بني اخضر ازرق وهكذا. ذا الاوز انترنس اوف لايت انسايد ذا اي. What are the functions of the pupil? أول حاجة it controls the amount of light entering into the eye. If the conditions the light is bright, it will constrict to decrease the amount of light entering into the eye. If the environment is dark, the pupil will dilate to allow more light to enter into the eye, thus controlling the amount of retinal illumination. The second function of the iris is reduction of optical aberrations. A optical aberrations there. Optical aberrations are defects in the optical system. احنا عندنا الاوبتيكال سيستم بتاع العين بيزيكالي بيتكون من تو ريفراكتيف سيرفيسز، اللي هي الكورنيا انتيريوري، ودي بتكون حوالي 42 درجه، واللينس حوالي 18 درجه، فالدرجتين بار بتاع العين كلها حوالي 60 درجه. اي اوبتيكال سيستم اذا كان في الميكروسكوب في التلسكوب في الكاميرا بيبقى فيه some aberrations أو defects in this optical system. The defects are mainly in the periphery of this lens system. اتنين مشهورين قوي، حاجة بس تعرفوها حتى كده، يسموها spherical aberration. spherical aberration يعني ايه؟ يعني لو أنا عندي عدسة، لو أنا عندي عدسة شكلها كده، عدسة محددة، المفروض العدسة دي الباور بتاعها مثلا 18 دلوقتي. لا، ده في السنتر بتاعها 18 بس في البريفري is not the same power. فده يسموه spherical aberration. spherical periphery في السبيل في الباور بتاعتها غير السنتر، وده موجود في البريفري. الحاجة التانية اللي انا عندي عدسة كده، البريفري دي شكلها زي البريزم، زي الادج الموجود ده it acts as a prism. So it splits light into its components السبعة، white light السبعة، فتدي زي الكالرز بتاعت اللايت، فده يسموه كروماتيك ابريشن. فالابريشنز اللي موجوده ديت اللي بريزنت في ذا بريفري اوف ذا سيستم ليد تو ديمينيوشن او ديكريز ان ذا كواليتي اوف ذا ايمج. ليه؟ ان الباور ريفراكشن حاجه مش مظبوط، مش كله في نقطه واحده، في بلير اللي حواليها من الكالرز، فايت ليدز تو ديكريز ان ذا كواليتي اوف ذا ايمج. طيب احنا البيوبل كونها allowing just a central bundle of light to enter into the eye, it cuts all peripheral rays. يبقى الاوبتيكال سيستم بتاعي بيشتغل غير في الحته اللي في النص دي، الحته اللي في البريفري كلها are eliminated, thus increasing the quality of the image. يبقى دي تاني فانكشن اوف ده. تالت حاجه increasing the depth of focus. يعني ايه ده depth of focus؟ اللي بيصور ساعات هو رايح الحرم، هيتصور في الحرم هو يقف كده والهرم وراه، ويجي يصور انا فوكسنج على الناس اللي قدام والهرم وراه. ممكن ان انا لما اصور الصوره الاقي اللي قدامي واللي انا عامل فوكس عليهم واقفين، ولاقي الهرم ورا بليرد نقطه
لكن اللي بيعمل تصوير لو لقوا اللي هو قال الفتح العدسة خالص يقدر ان هو يفوكس اللي قدام ويفوكس اللي ورا. So the pupil by being able to constrict and decrease size, it allows increase in the depth of focus, which is the ability of the eye to focus at different distances. وده بيفيدني خاصة وقت الريدنج. وقت الريدنج اقدر اقرا القراية الفوكس عندي وبعيد عنها شوية كمان اقدر. يبقى ده الثاني functions of auditory. The pupil performs this function through change in its size, either by constriction, نسميه ميوزيس, or dilatation, نسميه ميدياسيس. ميوزيس and ميدياسيس are controlled by muscles. The first muscle in the area for ميوزيس is the sphincter pupillary muscle, which is located around the pupillary border. That is the pupillary border and which is located as concentric fibers at the pupillary border. The sphincter pupillary is supplied by the parasympathetic through branches of the oculomotor nerve. The muscle attack is the dilated pupillary. The dilated pupillary occurs in the stroma and is arranged radial fibers, radial or oblique, along the stroma of the eyes. The dilated pupillary, its function is to dilate the pupil and is supplied by the sympathetic system. The angle muscles of the iris, the sphincter pupillary, and the dilated pupillary are supplied by the autonomic nervous system, اللي هو السيمباثيتيك والباراسيمباثيتيك. And through the interaction of the sympathetic and the parasympathetic, the pupil will change its size to perform its function. طيب هنشوف بقى وين سواء الباراسيمباثيتيك والسيمباثيتيك. Pathway of the parasympathetic is comprised in the light reaction of pupillary red reaction. انتوا عارفين كلكم هنا ساعة تحط النور في العين تلاقي العين تحت. طيب ده بيمشي ازاي بالظبط؟ اول حاجه انا عندي زي اي ريفلكس او تطويق او ريفلكس زي اي ريفلكس كذا حاجه. اول حاجه ده ستيمولس ومراقب اللايت. ستيمولس ريسبتورز ار ذا فود ريسبتورز اللي هي الروتس اند فودز اللي هي الفود ريسبتورز اوف ذا ريت. نيجي بعد كده الافرنت باثوي اللايرز اوف ذا ريت. انا خدت اللايرز اوف ذا ريت 10 layers الروتز اند بونز موجودين. بعد كده تيجي سيلز. فالافرن باثواي بيبتدي باي اكسونز اوف باي بولر سيلز. وده الفيرست اوردر نيورون بنسميه اكسونز اوف باي بولر سيلز. سيلز كده بنسموها اكسونز اوف باي بولر سيلز. اكسونز اوف باي بولر سيلز في الريت. وبعد كده سيلز اسمها جانجليون سيلز. فالسكند اوردر نيورون ار اكسونز اوف جانجليون سيلز. Afferent, first called the new axons by polar cells, my axons of ganglion cells. Axons of ganglion cells will form the optic nerves. Axons of ganglion cells will form the optic nerves. I want you to take up the physiology of anatomy. Second order neurons are tracts. The preferred nerves, the first order neurons, are not nerve, median nerves, or whatever. So I'm over the sensory. And then the second order neuron, deal here axons. يسموها تراكت زي البيراميدال تراكت الجراسيل والبيميال تراكت. فسكند اوردر نيورونز ار اناتوميكالي تراكت. احنا عندنا الاوبتيك نيرف هنا از فورمد باي اكسونز اوف جانجليون سيلز ويتش ار سكند اوردر نيورونز. فاناتوميكالي سبيكينج ذا اوبتيك نيرف از اكشولي ا تراكت. بس هم تم التعرف عليه كده اللي اسمه الاوبتيك. الاوبتيك نيرف بيشيل الفايبرز اللي بتمشي بيه توصل على كده الاوبتيك بس. الأوبتيك دايزر بيحصل ديكاستيشن أو تريزر فايبرز. تريزر فايبرز will decastate to the other side while temporal fibers will just stay on the same side as a more ipsilateral side. بعد كده نخش على الأوبتيك تراكت. الأوبتيك تراكت كل أوبتيك تراكت will contain uncrossed temporal fibers and crossed laser fibers from the other side. هنفضل ماشيين في التراكس. المفروض الفيجوال باثواي بعد كده في حاجه اسمها لاترال جيل بول. قبل اخره في فايبرز هتسيب. الفايبرز اللي موجوده عندنا في الاوبتيك نيرف في مليون فايبر. في مليون فايبر. الماجورتي او كتير قوي ار فيجوال فايبرز.
سيرفي فانكشن وفيجن دي هتوصل ستة كورتكس الان. بس عندي فايبرز ثانيه كونسيرن ويز ذا بيبيلاري رايت اكشن. الفايبرز بتاعت البيبيلاري رايت اكشن ديت هي اللي هتسيب الريليف اوف بلاد بيفور ذا لاتر بيبوتي اتموسفير اوف بلاد ريليف اند ذي انتر ذا ديب برين فور سيريال بارت. الحته يسموها الديب برين الحته يسموها بري تكتال ديبيان وبري تكتال ديبيان اللي هم الاثنين
طيب يبقى ده اللي انا هعمله. اي ديفكتيف اللي موجود فيجوال باثوي ده ويل افكت الكيميكال رياكشن. يعني لو في بروبلم ده بيبقى افكت الويتش فايبرز والافكت فايبرز ده يسموه ديفكت. لو حاجه في النيوكلس يبقى نيوكلس. لو حاجه في الايفرنت يبقى ايفرنت ديفكت. لو حاجه في الايرس نفسها يبقى افكتور ديفكت. فالاول ديفكت هنتكلم عليه هو يسموه ريلاتيف افكت كيلر ديفكت. كويس؟ الريلاتيف افكت كيلر ديفكت انا عندي ديفكت او عادي دي لايت او سي شويه هبتدي احط اللون هنا. فالكيوب دي بتستريكت باي دايركت ديفكت او دايركت رياكشن. والناحيه الثانيه برضه مش مستريكت باي سيكشوال رياكشن. تمام؟ طيب لو انا طبيعي شخص طبيعي جيت وانا هنا نقول هنا الدين انا عايز التست الثاني بقى. طب افرضوا لو انا عملت التست الثاني بقى تكون خالص توسع حاجزها يتفتح لكن في الغالب هنا كده الاتجاه الثاني كده على طول المفروض يحصل ايه؟ هتفضل تستنى ما بتدور عليها ولا كل شيء طبيعي السكه رايحه ماشيه والسكه رايحه ماشيه هتفضل تستنى. لا دي ستات لما انا سبت دي هنا يعني حط فيها نور تبتدي توسع شويه. تبتدي توسع ليه؟ لان النور اللي جاي ده الكابل اللي وصلناه فوق يعني السكه بتاعه المقطوعه فده يسميه افرنت كيوبيلر ديفكت او ريلاتيف افرنت كيوبيلر ديفكت. ليه؟ لان الديفكت افرنت كوبي بيرد انا قلت في الرايت سبوت اتروفي وات ايفر. فالكيوب اللي انا اكتب لها كده التاكسي يسموه سوينجينج فلاش لايت. سوينجينج يعني بربن بسرعه مش شايف. لو شلت حطيت الانجليزي لو شلت وحطيت النور على عين ديت شفت تفرق ولا تفرقش؟ لو شلت خالص تفرق ولا تفرقش؟ ما تفرقش. ليه؟ لان برضه سلك الكهرباء اللي المفروض الافرنت مقطوع فهي الانبس بتاع اللايف ريسيفرز مش هتحسن مش هتقل. تمام؟ يبقى ده يسموه غالب الافرنت كيلر ديفكت او الناس يسموه سوينج فلاش لايت ديفكت. والبيو بيسموها ماركوس نامبيو ماركوس نامبيو اس. لو رجعت تاني هلاقي التاني قفل. تمام؟ طيب انا عندي حاجتين كده ده بتاع ده بتاع السنه بتاعتها الراجعه
والبيوبل ما لهمش علاقه بالبطن بس. تمام؟ جربونا فيه وقولوا لنا. Oh,
pupil which is carried out by the parasympathetic, there was a near reaction. It's a near reaction. Any reaction that اللي هو بيقول لك الريستريكشن اون نير بول. وهنمشي في الريفلكس، الريفلكس الايتمز اللي بتاعها عباره عن نمره واحد الستيمولس. احنا قلنا الستيمولس هنا كان لايت. الستيمولس هنا از ذا بلرد ايمج. انا بص على بعيد كويس، ابتدي ابص على حاجه قريبه. السيستم بتاعي كده مش فوكس. فهو مش فوكس للقريب. فهبتدي يبقى الستيمولس از ذا بلرد ايمج. ريسبتورز هم ريسبتورز. ما تغيروش. ريسبتورز على طول ريسبتورز اللي هي الروت لاين. الافرنت هو هو فيرست اوردر نيورون اكسونز اوف باي بولر سيلز، سكند اوردر نيورون اكسونز اوف جانجلو سيلز ويش ويل فورم ذا اوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف طبعا كده للبلازما ويز ذا سيشن اوف ذا ليزر فايبرز. الفايبرز عندها دي من التاني والتمبرال فايبرز ويل باس ثرو ذا سيم اوبتيك تراك. انا بعد الاوبتيك تراك هنا دي فيجوال فايبرز سيرفينج ذا فانكشن اوف فيجن. فده يبقى مش هتسيب على ما تخش هتجيب الخش على الحته اللي انت بتاعها دي هتكمل في الفيجوال باثوي للباترنز للبودي فايبرز للبودي اوبتيك راديشن. بعد الاوبتيك راديشن توصل للاوكسيبتال كورتكس. تمام؟ من الاوكسيبتال كورتكس فايبرز ويل باس تو ذا فرونتال كورتكس يسموه فرونتال اي فرونتال اي فيجن. ده الباثوي مختلف عن البيبلوايت اكشن. يبقى الاوكسيبتا كورتكس والباثو ده فرونتال اي فيجن. فروم ذا فرونتال اي فيجن بتطلع فوق خالص فايبرز ويل باس دايركتلي داون تو ادينجا وستفاليو كورتكس. يبقى هينزل دايركتلي داون تو ادينجا وستفاليو كورتكس. سواري فلو في ليجن في النيزر ريتنا دي
مش حاسس التمبر. ولو في ليجن في التمبر ريتها دي مش حاسس النيزل. لو في ليجن فوق مش حاسس تحت. لو في ليجن تحت مش حاسس فوق. تبقى يعني هنا الفايبرز اللي موجوده هنا مش تمبر. لو في ليجن جاء طالع هنا الديكاسيت الليزر فايبرز سنتر اوف ذا كازما. هو ايه الليزر اللي ممكن يعمل كده؟ الكازما تحتيها على طول البيتوتري جلاند. تحتيها على طول البيتوتري جلاند. فاي مشكله في البيتوتري جلاند والبيتوتري ادرومر والبيتوتري تيومر والكمبريس اون ذا سنتر اوف ذا كازما. افكتنج كروسنج نيزر فايبرز. And there will be loss of vision from the nasal side of the retina, يعني على temporal sides of the retina. يعني the nasal fibers بتشوف جايبة من nasal retina اللي هو مش في temporal field. فلو في vision crossing nasal fibers will lead to loss of both halves of the temporal field. يسموها ايه؟ يسموها باي temporal hemi hemi يعني بص anopia يعني روبيك. يسموها باي temporal hemi anopia. تمام؟ يبقى ده لو crossing nasal fibers. crossing nasal fibers باي temporal hemi anopia. من فين استخدام في تويتر اكسبرس. تمام؟ هنا قلنا ان الكازما centrally في crossing fibers وtemporally في uncrossed temporal fibers. يبقى uncrossed temporal fibers دول جايين من temporal retina. يبقى لو في حصل ليجن لل uncrossed temporal fibers there will be loss of the nasal halves of the field. دي لو compression على التمرين دي اسمها by nasal hemorrhage. ايه الاكزامبل بتاعها ايه؟ ايه الاكزامبل بتاعها؟ لو في كازما على التمرين في internal root arch. يبقى لو في internal root arch raised large internal root arch raised on one side will directly compress on the temporal plasma. وفي نفس الوقت لو عمل shift زائد temporal plasma كده هتبقى compressed شوية على normal ناحية تانية. بيجي باي نيزل من الرقية عشان كده واحدة سيبها خالص واحدة أقل شوية نام شوية. بس الـ general idea اللي في البلازما affection of the crossing nasal fibers we lead to by temporal من الرقية affection of the uncrossed temporal fibers we lead to by nasal. بعد كده عندي الاوبتيك تراكت. والاوبتيك تراكت قلنا انك انت في انكروس تمبرال فايبرز وتروس نيزال فايبرز. والكلام ده هيفضل مكمل معايا لدرجه السوبر تراكت. يبقى انا الاول الاوبتيك تراكت اللي بتدخل في البودي الاوبتيك بلديشن السوبر كورتكس مكمل معايا انكروس تمبرال فايبرز وتروس نيزال فايبرز. فكقاعده عامه اي ليجن هيعمل لي ديستراكشن of any part of this of this destruction I affect me and affect the temporal fibers اللي جاي من ناحية النيزل فايبرز اللي جاي من ناحية التمبرال فايبرز اللي جاي من ناحية في العين ديت هيبقى نيزل والنيزل فايبرز بتاعت العين ديت هيبقى تمبرال يعني الليجن عندي في الناحية اليمين يبقى النصين الشمال مش هشوفه. لو في ليجن كات في الناحية اليمين من النصين الشمال ما تشوفوش. فده يسموه كونترالاترال ليجن الناحية دي يبقى ديفكت كونترالاترال يعني الناحية التانية. هومونيمس يعني ايه هومونيمس؟ يعني الاثنين في نفس الناحية مش باي تمبرال وباي نيزل. لا هومونيمس يعني الاثنين في نفس الناحية زي مسكة العربية يبقى الاثنين في نفس الناحية كونترالاترال هومونيمس هيمي الأول. دي القاعدة العامة لكله من أول هنا لغاية الآخر لو في كومبليت ليجن. بس كل حته بقى لها شويه سبيسيفيك شويه كده. في الاوبتيك تراكت اللي بيحصل فيه الاوبتيك تراكت ده لو قلنا بيحصل في السيشن بتاعي الاوبتيك نيرف دي مليون فايبر بيجي 500000 من هنا و500000 من الناحيه الثانيه صح؟ الكروس ب 500000 والكروس ب 500000 هبص الناحيه دي بص الناحيه دي نبتدي نمشي مع بعض. تخيل بقى ان انا لو بص على الصوره الصوره جايه لي من هنا بتقع على بوينت في الريتنا التمبرال هنا وبتقع على نفس بوينت ثانيه في النيزل ريتنا هنا بحيث ان صورتها تتكون هنا وتتكون هنا والصوره دي بتقع على تو بوينتس في الريتنا
سموه كورسبوندنج انتر بوينت بتوع نفس كورسبوندنج. وكل واحده هيطلع منها سلك اصفر وسلك اصفر. السلكين الصفر دول يجمعوا في الحته دول سواء عشان زراعه ما يقدرش يوطيهم. سلك اصفر سلك اصفر احمر واحمر 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 واسود واسود 500,000 سلك و 500,000 سلك. كل واحد جاي هيقابل اخوه لكن في الوقت التراك لسه ما كانوش لسه الاول داخلين مع بعض كده كل واحد مالوش خالص. فلو ليش نجح شوفوا مثلا كومبريسي هبتدي اثر على الفايبرز جايه من حته وهو ما اثرش عليه لسه او الكورسبوندنج ما اثرش عليه. فالديفكت اللي هيبقى موجود مش هيبقى متماسك مش هيبقى متطابق يسموه ايه؟ ان كونجرس كونجرس يعني متطابقين تطابق مثلثات كده متماسك متشابه متطابق. الليجن مش هيبقى ايكوال زي دي على سبيل المثال. خلينا في الولاد مش البنات دكتور اللي تاكل بس انتوا الاثنين تكتبوا بلاش انت خليك تكتبوا انتوا الاثنين تاكلوا كويس انتوا الاثنين تاكلوا معلش اتفضل انتوا الاثنين تاكلوا فانتوا الاثنين كورسبوندنج ريتال بوكس. حضرتك عايش في العالم تمام وانت عايش في وش انت عايش في العالم دي مش ليه دي حاجه عائليه احنا بنتكلم فانت عايش في العالم وانت عايش في وش سيدي باشا انت جاي الكليه انت كنت في الطرف وهتنزل في طرف محطه وزيك اللي جاي في العالم جاي من على البحر ونزل على البحر وجاي من شارع كده بتاع البدايه وداخل العالم تمام. يبقى هما كورسبوندنج ريتال بوينتس توأم واتفقوا هنتقابل في الكليه هذه في المكان ده في الكورتكس في الحته دي بس كل واحد جاي من سكه جت عند محطه الترام قنبله في الحته الراجل لازم يحط الترام استك على النار والتاني اللي جاي كده كانت مشاطه كويس. فيبقى الليجن مش كونجرس الايفكت مش كونجرس الاسم مش بعض هم هما الاثنين قعدت في نفس المكان في حتتين ابو الكورتكس فرقعت في قنبله هما الاثنين يعني خلاص كويس. فالليجن في الكورتكس هيبقى كونجرس متطابق متماسك ثابت واحد يبقى بتاع الاوف ريكس كنت هبقى بص كده مفيش في خالص. يبقى كده الليتر ستريت بودي ده عباره عن بيراميدال طبعا الدنيا طولت بس النهارده كله رابط يعني الدنيا رابط يعني انت هتقطع على من هنا بتدور اسامه تك 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 الحياه جميله يعني. فايه ذا بيراميدال ستراكشر اللي هو اللي بتدي المحطه اللي الفايبرز بتتنظم فيها لو قلنا كل دول 500,000 لقطه في الكلام هيبتدوا يتركزوا في سته لايرز ستة لايرز ستة ستيشنز كده واحد واربعة وستة بياخدوا من الكونتر لاترال سايد واثنين وثلاثة وخمسة بياخدوا من الاكسي لاترال سايد. يعني الفايبرز اللي جاية من الناحية الثانية بتبقى الريش واحد واربعة وستة محط واللي جاية من الناحية نفسها اثنين وثلاثة وخمسة قبل بعض لسه ما فيهوش بعض بس ابتدوا يتوزعوا محطة كده. فلو في ليجن في لاترال ستيل بودي كومبليت ليجن دمره كله يبقى كونتر لاترال مهمس ميرون. لو لسه باسكيولار خفيف كومبريشن خفيف مجموع هيبقى كونتر لاترال مهمس ميرون which is incompress برضه نفس الكلام. يبقى كده اوف ريليشن لان اللاتر شو بودي بيطلع الثيرد اوردر ريبورت وبيطلع في الوقت ريليشن اللي وقت ريليشن بيعمل ثاني كده زي المراحل. الفايبر اللي بتطلع على الاوبتيكال بتعمل اوبتيكال الاوبتيكال بتتوج للسكيل الفايبرز اللي طالعه في البريتا لو بترجع للدايركت داكوس في الاكسيد الفايبرز اللوفر فايبرز اللي هي بتشوف ابر ريتنا بتكون نازله في التمبرا لو عامله لوب قدام ريتنا بتلف على الورق زي كده ده مش بدل هو فايبرز طبعا على كده على الواقع الواقع فايبرز جاي داخله في الدم
خد الاوبتيك ريديشن كله تيومر، خد البرايتال لوب والتمبرال لوب، هيجي لي كونتراست بس عندك ممكن التيومر يبقى في التمبرال لوب بس، يبقى التمبرال لوب ده هيأثر على الفايبرز لوور فايبرز اللي هي بتشوف فين؟ بتشوف فوق. قلنا لو كله هيبقى كونتراست بس هنا لو، طب لو اللور فايبرز بس اسميها ايه؟ كونترالاترال هومونيمس ابر كوادرانت ربع بس. لو اثر على البرايتال لوب بس يبقى اثر على ابر فايبرز، يبقى الديفكت هيبقى في اللور فيلد كونترالاترال هومونيمس اللور كوادرانت. لو كله يعني تبقوا انضموا على بعض يبقى نصين الشمال. تمام؟ يبقى في الاوبتيك راديشن لو اللي فوق هيدي ربعين تحت الجنين، لو اللي تحت هيدي ربعين تحت الجنين. اخر حاجه الاوكسيتا الكورتكس اللي هو ورا خالص حتى الفايروس دي موجوده كومبليت ديستراكشن اوف الاوكسيتا الكورتكس وليد تو كونتراكت بس ما يحصلش كده، يحصل اجزاء هيحصل كونتراكت موس ميوبيا ويتش از كونجرس ولا ان كونجرس؟ كونجرس متشابهه متطابقه لان كل واحده تعمل دي اول حاجه. ثاني حاجه احنا كنا بنقول كونتراكت هو يا نصين يبقوا كلهم سود، لا في حته كده اهو في السنتر هتفضل شايفه، والحته السنترال اللي احنا بنشوف فيها يسموها الماكله، فالماكله هتفضل شايفه بيسموها كونتراكت هومونيمس يعني روكيا ميز كونجرس ويز ماكله ستي، يعني ماكله لسه تفضل شغاله. ليه؟ أول حاجة large area of representation of the macular area the occipital cortex، يعني المacular area ديت 10% من الريتنا هي ممثلة ب 70% في الاوكسيبتال كورتكس، اللي هي دي اللي بشوف بيها الفيجن اكيوتي وبركزتيها بالكلر في كل حاجة. فلو الفيجن جاي ما خدش كله هبتدي اخد جزء، فال large area of representation of the macular area هتحتاج في المacular area. تاني حاجة dual blood supply of occipital cortex، يعني ايه؟ occipital cortex is supplied by branches from the middle cerebral artery and the posterior cerebral artery. يبقى لو ده حصل له occlusion التاني لسه في تربل شغال، او التاني حصل له occlusion يبقى في تربل شغال. نرجعهم كلهم مع بعض، لو في الاوبت نيرف هتلاقيهم كلهم شغالين، ده center of the chiasma affecting the crossing middle fibers هيجي باي تربل هيجي روبيا، ولا افكشن من انكروس تمبر فايبرز اللي باي نيم مش تمام. الاوبتيك راديشن كونترا لاترال هومونيمس اوكي which is incongruous في راديشن وانتراكت وداخل في بودي زاد في راديشن، لو افكشن في التمبر فايبرز هيديني كونترا لاترال هومونيمس ابر كونترا لاترال، لو برايتر فايبرز ابر فايبرز هيديني كونترا لاترال هومونيمس لور كونترا. اوكي لو سوبر كورتكس هيديني كونترا لاترال هومونيمس مير اوكي ويتش از كونجرس في بعض ويز ماكلر سكرين في السبيل لارج اريا اوف ريبريزنتيشن يور بلاد فايبرز باس دايركتلي فروم كونترا لاترال تو اليك روستاليك. انا عندي في البيبيري فايبرز ساموا التراك ودخلوا على البيتكتا نيوكلياس والبيتكتا نيوكلياس ادخل على اليك روستاليك في العرض كده، لكن الثانية طلعت فوق وبعدين نزلت على البيتك النيوكليس عوض. كويس؟ فده حتة الاختلاف. عشان كده لو حد قرص يلا شوية يعني في ليجنز ممكن انها تأثر على حتة البيتك النيوكليس. يبقى هتفكت البيتك اللايت ريفلكس ولا النير ريفلكس؟ تأثر على اللايت. لكن النير ريفلكس بتنتهي. اللي هي الليجنز البيتك النيوكليس. الحاجة المشهورة بتاعتها قوي بس ما كتبها قبل كده ولا لا، احنا بنعمل بناخدها في الفيزيولوجي اللي يسموها ارجاي جوه الفيزيولوجي. سمعتوا قبل كده؟ هو حد سمعه؟ ايوه مش عارف ايه بقى اسمه ارجاي جوه مش مهم، بس الفكره تعرفوا ان الباك ويز في حته بتختلف بحيث ان ممكن ياثر على اللايف افكتس وما ياثرش على الادين الاكشن. طيب وصلنا للادين الاكشن الباقي بعد كده زي ما هو
كيف مش هيطلع على النيرف لغايه ما يوصل للسيريال جانجليون شورت سيريال نيرفز يخش يوصل للافكت اللي هي السيكتور كيفيلي بيقفل. طيب ده يوبيلاري كونستريكشن دو تو ذا نير رياكشن. الفيزيولوجي خد من النير رياكشن ده ثلاثه كومبوننت، واحد منهم المايوز. وليه؟ عشان تكون في تدخل فوق السكه العمليه. الحاجه الثانيه ان البريشر اللي طالعه مع الفليكس ده من السيلي جانجل وشوك سيليا نيرفز ما توصلش بس للسنتر كيميري، لا توصل للسيليا ريموسل تو برودوس كونتراكشن اوف ذا سيليا ريموسل. السيليا ريموسل ديت فلازم من الدرجات من البوينتس مثلا عليها 5 عليها 4 وكده انك تقول
كونديشنز اولا اللي هي الديم انتجريشن والعيان الكواس سيرنت يعني الاثنين دول اساسيين ما يبقاش الدنيا نور خالص لان هتبقى قبلها والعيان يبص بعيد عشان لو هو سترايب او حاجه مقفوله وبعدين هبتدي العيان ده اجيب له اوبجكت واقول له يبص عليه كورني يعني هو بص بعيد كده وريلاكس كونديشن اجي اقول له طب بص على صوره شوف بص على صوره هبصر ايه هبصر اول حاجه احنا بنقول عليه الفيبريال كونستريكشن والكونفرجنس بعد كده لو هبص بقى على الكونديشن في البلاري لو في حاجه تتقرب على كده تكتبها معاها كده بس هبص عليها لان الفيبريال كونستريكشن والكونفرجنس معايا بس انت فاكر بسرعه بص انت سبلايز ذا دايليتور تو بيلي ماسك هي ريديال الافريج وبسرعه انا كده فوق بيطلع من هاد الثامس وبينزل في البرين ستيم والسيرفايكال سيكونس لغايه ما يوصل تراسيك 1 وعم تراسيك 1 بيكون طالع في السيرفايكال سيكونس تشيس في الجانجليون في الجانجليون سوبر السيرفايكال جانجليون اللي هي بص كان الفايبر بتطلع قال ده سيمباثيك بلكسس او الكومال كاروتيد انترنال كاروتيد كمل اوستالميك ارتري تخش كوربت وبعد ما يطلع منه الفلكسس حوالين الاوستالميك ارتري اللي في كوربت يطلع منه تو لونج بوستيريور سيلاري نيرفز احنا السيلاري جانجل كنا مسميينهم 10 تو 20 شورت بوستيريور سيلاري نيرفز ده بتاع الراس السمباتيك السمباتيك بيطلع للفلكسس بيطلع منه تو لونج بوستيريور سيلاري نيرفز عشان يخش لايه هيوصلوا فين؟ هيوصلوا للدايليتور بيبي. توب بيبي دايليتيشن اوريجن. بس في نفس الوقت بيوصلوا الحته الثانيه. بيوصلوا للاك المجلات وبيوصلوا لمصل في الليد. مصل في الليد دي يسموها مولرز مصل. لو تفتكر انتمي انت الليد عندنا لو لقيت العين كده اللي بيرفع يفتح الليد لفوق مصل يسموها ايه؟ اسمها الليفيتور بتبني سوبريتور. لبيت بس بدر ريسوبريوس كويس تفهمها فوق اسمه صعب بس كان عليها كل الطب على فكره الصراع ده يعني لبيت بدر ريسوبريوس which is supplied by the upper motor nerve ده هو وهي اللي هي اللي بيت بدر اللي بيت بدر ماسكه كده في الطرف الصوري وغضروف العين بيجيب الاندر سيرفس بتاعها فايبرز اوتوميك فايبرز يسموها مولرز مصر. بتعمل انسيرشن برضه في التارسس. التارسس اللي هو المفروض بتاع ده. كويس؟ اند ات اليفيتس ذا ليت اند ات سبلاي باي ذا سيمباثيك. اند اتس فانكشن از تو مينتين اليفيشن. تو مينتين اليفيشن. طيب والاليفيتور لوحدها ما ترفع كده ما تقدرش تمينتين اليفيشن؟ ما تقدرش. ليه؟ لان الاليفيتور بتندمج سوبريورس الى سترياتيف مصر زي الترايسبس والبايسبس. And it gets fatigued. Right? لكن autonomic muscles do not get fatigued. فاللي بيرفع اساسا الليفيتور واللي بيمنتين المونرز مصل which is supplied by the sympathetic عشان دي autonomic muscle it does not get fatigued. لو انا عندي ليجن وقطعني الاوكيوموتور يبقى اللي بترفع العين ديت ما بقتش ترفع العين. يبقى الجسم هيحصل له ارتفاع وينزل. ده يسموه ايه؟ Doses, doses. واللي ممكن يبقى كومبليت لو قلت له ممكن يتقطع. طيب لو في سيمباثيك يسبلاي المونرز ماسك. كويس؟ هيبقى في ليجن في السيمباثيك، الليجن في السيمباثيك بسرعه كده ممكن يبقى اي حاجه. يعني حته في السنترال او حته واحد عمل سيرجري على الكاروتيد او كاروتيد ديسكشن او ايبيكال لاند تيومر يسموه ايه ايبيكال لاند تيومر؟ بصراحه حاجه اسمها تانجوس تيومر. كان صعب الدكتور كان زمان قوي كده سمع عنه مش مهم او اي ليجن هيأثر على السيمباثيك ليجن اوف ذا سيمباثيك ويل برودوس وات از كولد وات از كولد ما تجيش ما تعرفوش اسمه ايه؟ بورر سندروم سمع عن بورر سندروم قبل كده؟ سمع عنه قبل كده فالليجن بتاع السيمباثيك هتيجي بورر سندروم اول حاجه بورر سندروم المايوزس صح؟ ما يوزس ليه؟ عشان ده ليه تعبان، بس انت حاجتك اكوستيك. تاني حاجة هيبقى فيه توزس. ليه؟ يوزو باراليسيس اوف مونرز ماسل. بس التوز ده بيبقى مينيمال، مينلي او ايه كده؟ كسرة خفيفة كده. ليه؟
علشان يضمن ده بين الجريد بين الجريد الدوز بيبقى ده بيبقى في ابارنت كيوسالس مع الكسره دي بتبقى شويه بيبقى في انهايدروزس من السيمباثيك دي سبلاي سويت جلاندز انهايدروزس ابسنس اوف سويتنج بس بتفرق على الناحيه اللي موجوده في الحاله دي لو كنت جينيتال افكشن كنت حاجه اسمها هيتروكروميا يعني ايه هيتروكروميا؟ بالاسم كده كروميا كالر هيتروكروميا difference in the color of the iris بين العينين حد شاف حد قبل كده عين بني وعين زرقاء في ساعات كده نبص كده ساعات جديده الجينتا كده تلاقي عين بني وعين زرقاء او عين تلاقيها جزء بني غامق وجزء ازرق تاني ممكن يبقى جينتا بس لو واحد عنده congenital motor syndrome او congenital affection is sympathetic يبقى في الكون في difference Sympathetic is needed for the production of melanin from melanocytes. The gamma chemistry and the sympathetic impulses are needed for the production of melanin from melanocytes. But the first thing that we need to do is to fall. They have the mobula, not the fat, the grains, the shwaya, which is the fat. But they don't fall. So for example, the Russian is the same. يبتدي البرودكشن اوف ميلانين فروم ميلانوسايتس يبتدي بقى في البنت على سن سنه بقت عيونه لونها دارك براون مش هيدي خالص فدلوقتي لو حصل ديجا في السيمباثيك during the first year of life هتبتدي البيجمنتيشن اون ذات سايت يبقى لايتر البيجمنتيشن هتبقى هايبر بيجمنتد عن الناحيه الثانيه زي العيان ده اول حاجه العيان ده عنده هورنر ولا ما عندوش هورنر هورنر في انهي عين شباب اليمين شاور بيتكم دايما اليمين ليه في هورنر في اليمين عشان في مايوزس يبقى تشخيص اساسي مايوزس اجابه السؤال ده هو ده كونجنتا ولا اكوايرد كونجنتا ولا اكوايرد كونجنتا ليه عشان احنا بصين لون الايرس عندي دارك براون ودي لايتر لايتر تمام يبقى ده هورنر عشان كده انا بقصد ده عشان تعمل فيجوال باثوي وده لطيف وظريف وبسيط و ده هو التاني اللي احنا بندور على الحاجه الخاصه زي ما قلنا اتفضل يا كويس فيجوال باثوي ده بيبتدي بإرجع كل سيكس مختلفة وبعد كده الأمبرنت بيبقى عبارة عن
وفي ديفكت ساعات في الهاير اوت كالفانكشنز ديت ان هو يبقى يعني الابيليتي تو ريكوجنايز فاميليار اوبجكت